بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جواب على الأسئلة يوم 20/1/2019 في هذه القناة. المحرك راهو يدور مليح، أنت راك موسوس. لا يا سيدي، هذا عنده مشكلة متاع دمرار. دمرار متاعه ضعيف، يدور رزين، مش موسوس الرجل يا عمار. محمد ديكا، احتمال وجود شوفار محروقة نحيهم تأسيهم؟ لا، مش وجود شوفار، ما تشوفش الموتور يدور رزين. انا شك في الديمارر وقلت له غير الديمارر وكلمني. احتمال بوجي تشوفه؟ لا، عم اختار بدلت كل شيء وكل طوندرات وما زال كاين حس في الكينكسيلاري. علاش تتكلم انت يا صفصاف؟ وين الفيديو متاعك؟ انا مش معاك باش نسمع نحس قاع زي ما هو ولا لا، وبدلت ولا لا. ابعث لي فيديو طول اكثر من دقيقه فيه المشكل. السلام عليكم، افحص سماعات التسخين. لا، مش كل دماغ، مش سماعة تسخين يا مصطفى. جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع. شكرا، بارك الله فيك يا اخوي حكيم، يرحم والديك يا اخوي حكيم. رحيم سين رومال، عشان اخت سين رومال. لا، هنت عندي هيلوكس موديل 92، يطلع منها دخان ابيض. انتعطست في نفوذ لفترة ودعست الدعس كاملة يطلع، وش السبب؟ والله ما فهمتش السؤال يا اخوي محمد. ابعث لي فيديو فيه المشكل يكون افضل. عم اختار بربي عندي كونغو مركب فيها موتور 1.9، بنحب نركب في بلاستو موتور 21 زعما يركب، ما جربتوش يا سامي، الله اعلم، ما جربتش هذه الفكره. نرفنتيا كبيره، خاطر لازم مكان كبير. عم اختار اسمه ولا يجم يركب على داسيا لوغان. شنو اللي يجم يركب على داسيا لوغان يا اندرويد؟ الحاج ما فكراش داك اللي يدوش يتفرجوا فيه لبرا. ما فهمتش شنو المشكل يا نورهان. هذا المشكل تجده دائما في الصباح عندما يكون المحرك بارد. قم بتغيير بوجيات نوعية جيدة، وضع مناظير بخاخات في تانك البنزين عند نفاذ البنزين، غير فلتر البنزين، ان شاء الله يذهب المشكل ان شاء الله. عبد اخونا هذا النص، بلغ سلامي لبلف التبخير، خسرتي وقتي في عم مختار. النجار يعمل باستمرار بربي في تونس، ونطل عليك ونريفيزي لك موتور تبكي عليه صباح وعشيه. والله انا ما فهمتش منك شو السؤال ولا جواب، ما نعرفش بالضبط. حاسين مرحبا بك، يعني كي تجي تشوف ما فيهاش الروح خلاص، تحديد كي بلاستيك. سيارات صينية خطرة وليس بها ثقة. وسادة، هل يعيد تصليحها؟ لا، يغيرها احسن، لانها رخيصة مش غالية في تونس. سيارة الموت ليه عليه؟ هاو يمشوا فيها الناس كلها لابس عليه. يعطيك تصليح تاع كيفاش برشا، ما فهمتش شنو محمد. السلام الله عليكم يا سي مختار، حبيت ناخذ رأي تاعك. حبيت نشري سيارة لاغونا 2 كارتا، لقيت واحد محرك واحد ناف نسي، ولقيت واحدة محرك بنزينة، بل تنصحني سي مختار أن نحترم خبرتك؟ والله ينصحك خذ النظيفة فيهم، سواء بنزينة ولا ديزل، النظيفة فيهم خذ. وبالله يخبروني هذه شنو معناتها كلمة كارتا هذه؟ ما يفهمش شنو معناتها كارتا، يعني كهربا صغيرة كبيرة فاميليال، شنو معناتها كلمة كارتا؟ يعني تشتغل بكارتا كيما الميغان. النار باق اللي في الوسادة خرجت به من الكيس وحده ماهوش واحد عليه، تهدر وتعاود في الهدرة. نكرهك ما نعرف عليه نشوفك. شكرا، بارك الله فيك اخوي. انا نحبك، انت تكرهني انا نحبك، ما يصيرش. ما دامك انت تكرهني انا نحبك، ان شاء الله ما عمري ما نكره حد. يعمل عند السمكري تبديل للصدام الامامي او تغيير الصدام الامامي بحديد اقوى من اي نوع سيارات هذا، لكن يمتلك سياره صينيه الحديد تاع الجميع. التوفيق ان شاء الله. جودة عند في المدينة فقط يقوم بخفض الحساس الأرباك. تحياتي لحضرتك. موتور
R22 ينقص نصف لتر من الزيت لكل 2000 كيلومتر، ولا يوجد به دخان أو شكمان سوى في الصباح أو في أي وقت صاحب الموتور. ممتاز، شكرا لحضرتك. ما دام ما فيه نقص زيت فيه دخان، ما فيش كلام هذا. يعني ما دام ما فيه نقص زيت فيه دخان، ما تقلقش روحك، ما تكسرش راسك. الخردة الصينية متباعة على أساس أنها سيارات ذات نوعية. سين مختار يقول محرك نتاعها كما محرك ياريس كان منها، ربي يخليك. والله مش عارف، ما عنديش حتى فكرة عليها يا ريان. هذا سؤال ليك يا مختار. أرجو، عندي سيارة أوبل كاديت 98 مازوت، نبغي نعرف ما هي الانجكتورات اللي تركب عليها. لها تحية طيبة من المغرب. والله بالنسبة للأوبل كاديت يعني انجكتوراتها هي والحشو نتاعها يتبدل، يعني الباك نتاعها يتبدل عند البومبيست، يعني اونسيان هذوما يتصلحوا، علاش تغير فيهم انت؟ ما الحل بعد سماع الصوت؟ كيف نتعامل مع الانجكتور هذاك؟ لازم نحلوه ونبدلوا له السبوب نتاع الانجكتور هذاك اللي فيه الصوت. يا ابراهيم، السلام عليكم. ما هي وظيفة الجيار وما هي أهمية وجوده بالسيارة؟ وشكرا. هو يعني والله أنا يعني ما عنديش فكرة عليه بالنسبة يعني كأمور تقنية، إنما هو يعيد سكرت الغاز ويعاود يدخل المحرك يعاود يستهلك. هذا معلوماتي عليه خفيفة. بونجور سي مختار، سوبر كول، برافو، ميرسي كورديالمون دي فرانس دانيال. شكرا، ميرسي مسيو دانيال، ميرسي بوكو مسيو دانيال. مشاكل كليو ان بوكات انرجي 98، ما نعرفش شنو يخص. عم مختار 1.6 اتش دي معاود جديد ريفيزيون، راه يخرج لي دخان مائل الكحولي. يعني عامل سكانير او دياغنوستيك واعرف الدخان منين، مادام معاود شوف اذا كان نجح يعطوك العملية بالضبط وين. شكرا جزيلا يا ابراهيم. سلام عم مختار، عندي سؤال من فضلك. هل السيارة ليست الحديثة مثل الارسان كرينو كذا كذا تركب لها تيربو؟ والله ما نعرفش يا مات، عمري ما عملت العادية هذه، لا في النيفو ولا في الانسيان، لا في القديم ولا في الجديد، ما عنديش حتى فكرة يركب لهم تربو ولا لا. وانت تحب يعني تطير بها، وهي التربو يعني ماهوش بيزيدها قوة، التربو بيزيدها نقص استهلاك اساس او مازوت. هذا القوة تقعد عادية، لان القوة تعتمد على البيستون داخل على المحرك، ولا يعني محركات التربو حاجة خاصة، يعني مش حاجة عادية. سلام مختار، عندي كونتاكتور وين يدخل المفتاح، تنحت قطعة حديد يدخل المفتاح لكن ما يدورش. ما عندكش فكرة عن قدها دوريجين نتاع سيارة 66 بيجو؟ والله غالي الدوريجين يا أيمن، غالي في حدود المية واش، يعني مية واش. فما السلعة الصينية هذيك الشنوة ما تاخذش منها، رد بالك كان رخيص. فما الفاليو، كان لقيت الفاليو خذ الفاليو تقريبا ب 100 دينار او 80 دينار الفاليو به. ما المشكلة كانت في الكابتور أربع كام؟ أنا هي مشكلة يا دود، لأن الفيديو ما يظهرليش أنا. هذا يا أخونا عاش فيه، يعني ظهري مش عاجبه الجو هذا يا نانو ناس، هذا يا نازل فينا سب وشتم، ما نعرفش عليه شنو حكايته، شو يحب بالضبط ما نعرفش. يعني زعلان منا ما عرفش عليه، يعني برا روح وما ادخل على الفيديوهات نتاعك، يعني ما فهمتش يعني شو حب. يعني الله يهدينا جميعا ان شاء الله. بارك الله فيك عم مختار. شكرا يا فريد. عم مختار اعطيني رايك في سياره 206 بيجو سيدان. شو نعطيك رايك؟ يعطيك راي اللي يشوفها على عين المكان، شوف حد يشوفه هو يعطيك رأي، وما انا من بعيد مش يعطيك رأي. المهم تكون نظيفه وكو. اذا كان المشكل هذا يكون في الجو البرد فهو امر طبيعي، مثل ما تكون هواء الفم ابيض كالجو البرد. صحيح يا عمر، صحيح. اذا كان المشكل هذا يكون في الجو البرد، صحيح يا عمر. السلام عليكم عم مختار، اخوك من الجزائر. عندي فورد فوكيس بويت تي دي، ظهر فيها تقطقه عند الضغط على دواسه الوقود، ممكن تفيدني بإجابة؟ بارك الله فيك يا أخي. يا راني أنا مش راكب معاكم في السيارة ولا مش معاك في يعني أنت سمعت التقطقة، أنا ماني عارف عليها تقطقة منين جت. أقلهن تبعث لي فيديو، لا
يعني ما تقتقع انواع، يعني تو انت سمعتها وانا ما سمعتهاش. قال له هنا ابعث لي فيديو فيه اكثر التقطقه هذه، ديما شرط شرط ان الفيديو يكون اكثر من دقيقه باش نفهمه، وركز على مكان الصوت اللي انت تشكي منه. نورتينا وفيك، تعلمنا، ربي يحفظك. اه مختار، شكرا يا ملعيد، بارك الله فيك. السلام عليكم اخي مختار، عندي مشكل دخان اسود في المحرك بارتنير 1.9 رغم ان المحرك سخون. ابعث لي فيديو فيه المشكل وعملت اسكانر ولا لا؟ شكرا لك. ممكن تعطينا مكان تواجد فيشة نتاع التورمونيت نتاع التابلو نتاع انا سيارة، يا اذا كان اذا كان سيارة حديثة كلها مع بعضها في الكابتير نتاع حساس البركان، حساس الفيبركان يعني في الكابتير نتاع الفيبركان اذا كان موديل جديد. جزاك الله خير يا عم مختار. شكرا يا عبد الرحيم، بارك الله فيك. عم مختار، عندي جيت محرك 1.6 تربو، بدلت لها ليبوجي شوفاج جدد وما تشغلش، كتبرد كان دفعها تشتغل، اما كي تشغلها بالديمارور تطلق دخان اسود وما تشتغلش، واش هي المشكله؟ وشكرا وربي يجي انا في مثال حسنك. شكرا يا اخويا توفيق، لكن انت شفت سيارتك وانت يعني عشت المشكله نتاع الدخان وعشت المشكله نتاع الديمارات، انا ما ريتوش. ابعث لي فيديو على الاقل اكثر من دقيقه، وريني الدخان وريني الموتور كيش يخدم وريني علاش ما حبش يخدم، واحكي لي واختصر لك الموضوع هذا بالضبط وشنو اللي عملت وشنو ما عملش. الله يعطيك الخير يا عم مختار، شكرا يا سمير. السلام عليكم اخي، خاصني بواتي ديريكسيون تاع ال 200 عندكم في تونس. والله مش ما نعرفش، ما في باليش. السلام عليكم، عندي كاتفوكات ال 200 فيها الديسك تاع الفرامل مشقوق، حوست في السوق فلقيتش كان ممكن مش من ديسك يركب معاه. والله مانيش عارف، ما كان مش موجود في الجزائر عندكم، ممكن تلقاه في تونس. والله معلم معلم، ربي يبارك ويزيد، اسال الله ان يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما يا رب. وانا وامه اسلاميه. شكرا على جزاك الله خير. شكرا يا نعيم، بارك الله فيك. السلام عليكم اخي مختار، انا عندي سياره بيجو 405 ليسونس، واجد بعض قطرات من الماء في مقياس الزيت ويخرج ماء من الشكمون كثير احيانا، اريد مساعدتي وشكرا. اذا يا محمد اذا كان ما فيش نقص ماء ما تخاف منه، هذا بخار عادي ما فيش حتى مشكل، وتحبني نعطيك جواب صحيح ابعث لي فيديو. السلام عليكم، عندي فيتاسات ما يفوتوش بالله. تو احمد شوف يعني عندك انت لا حكيت على سيارتك ولا شنو سيارتك ولا كيفاش فيتاسات ما يفوتوش، ولا هي طافيه ولا هي تخدم ولا هي ساكته ولا هي تمشي. الله يرحم والديك يا عم مختار، شكرا يا علي، بارك الله فيك. عراقي اصلي، بارك الله فيك يا عم مختار، شكرا يا عراقي، بارك الله فيك. في هذا الحاله نعبي قاروره زيت الفرامل للاخر وندوس على البيدال، نلاحظ قاروره تفيض بالزيت، يعني مش مشكله، المهم ما تعبيهاش على الاخر. كان عندك مشكله في الفرامل ولا لا؟ اما تشوفها تفيض هذا يعني لابد باش يرجع الزيت من العجلات من المضخ. كم انت مبدع يا مهندس، شكرا، فرج ببلاش، بارك الله فيك. تحياتي الاخ مختار، سياره لما يصير عليها وقف ستوب وبعد ما نجي نديماري تولي السياره تخض، ولما عاود الكره مره اخرى تولي تخض وتخض وتخض، وبعد 4 محاولات تمشي سياره ونديماري وتمشي مده من 3.5 ساعه وتمشي. اعمل لي فيديو يا ناصر فيه المشاكل هذه كلها وابعثه لي. لا تقلق، المحرك بخير، او لا اولا المحرك جديد بيحتاج الى رودار محرك 1.5 دي سي. عمر حمزة، يا اخي انت طيلتها شوية روتار في شوية روتار في بوان بجيكسيون يسكت المحرك، لكن لا اضمن لك انها تسير بسرعة خاصة عند مرتفعات الحل هو تنقية الانجكترات. ما عرفش علاش تقصد يا عمر، كانك تقصد على الفيديو هذايا اللي احنا عملناه اللي صلحناها وعملنا الافانس نتاعنا نورمال مشى المحرك ما شاء الله. رقم الهاتف هذا محمد دور. وعليكم السلام يا محمد، على الاقل قول السلام عليكم يا محمد. طول رقم الهاتف، رقم الهاتف يا سيدي 24 350 848.
سلام مع عم مختار، ان شاء الله كان لاباس، ابعث لي نمرو نتاعك، بارك الله فيك. شكرا يا الازهر. 24 350 848. سلام عليكم مختار، ميرسي بور توت لي ماميغان دو 1.9 دي سي. قال اشو موتور ديمار بيان افروا اي سيني ان تيم بروبليم ديكتي با دي ديفو ان ديكتي لي فاليز. ميرسي، ابعث لي فيديو فين المشكل يا سنيرة باش نشوف المشكل معاك. اخي مختار، كيف ابعث فيديو؟ تبعث فيديو عن طريق الايميل، ايميل عندي، ايميل مكتوب، تكتب يعني بالطريقه هذه، ميكو تو 3 مرات في الخمس، ومن بعد تعمل الات هذه، ومن بعد تعمل جميل، ومن بعد تزيدها نقطه كوم. يعني هذا الفيديو تبعث عليه، هذا الايميل تبعث عليه الفيديوهات. اي واحد يحب يبعث فيديو يبعث فيديو على الايميل. ان شاء الله تنفعكم هذه الاجوبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.